اليوم حضرنا التدشين ديال المعرض الدولي اليك اكسبو في النسخه ديالو رقم 14 تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله نصرنا في المغرب، وهذا شرف لنا نكون احنا الاولين. هذا المعرض هذا عنده واحد الخاصيه، لانه جاء من بعد واحد سلسله المعارض عرف لا بريزونس المشاركه ديال اكثر من 20 دوله من افريقيا، لانه المغرب يتراس لا كافيليك لا كونفيدراسيون افريكان دو الكتريسيتي اللي فيها 13 دوله منخرطه في هذا لا كافيليك. فهاد البلدان هادو تيجيو تيشوفوا التجارب الحمد لله الناجحه اللي وصل لها المغرب، واللي عقد شراكات الحمد لله كما شفتوا اليوم وقعنا جوج اتفاقيات. هذيك الاتفاقيات مفعول ايميديا اللي عاد تمكن الشركات المغربيه لانها تشتغل في هذوك الدول. بالنسبه لهم هذه سوق جديده، وبالنسبه لهاد الدول هادو ستون اوبورتونيتي، لانه غيحصلوا على واحد التجربه باحسن تكلفه بالمقارنه مع بعض الدول اللي يمكن تكون المنافسه ديال هاد الشركات المغربيه. الشركه هذه هي اول شركه لصناعه الدراجات الكهربائيه والدراجات ذوي الثلاث عجلات، وكذلك عندها التخصص في صناعه الكراسي المتحركه اللي تخدم بالكهرباء، وكذلك الدراجات للناس ذوي الاحتياجات الخاصه. مغربيه 100%، والهدف تاعنا هو يكون صناعه الدراجات اللي ممكن اي مغربي ممكن يقتنيها، انه وخاصه الهدف تاعنا هو نحيد العزله على الناس اللي في الباديه، وخاصة الوليدات الصغار اللي عندهم المشاكل في المدرسي باش يمشيو من المدرسة من الدار المدرسة، وخاصة في بعض المرات تكون الظروف غير ملائمة. والهدف الثاني هو يكون عندنا دراجات اللي هي متناول الجميع، حتى الناس العمال الكلفة تاعها رخيصة جدا باش يمكن لها تتمشى. تتمشى تقريبا بواحد في حدود واحد جوج دراهم ل 100 كيلومتر، فهي تكلفه رخيصه جدا، وكذلك تتساعد في البيئه، لان ما كاينش لا دخل لا تاع السيارات ولا دخل تاع المازوت ولا كذا، وداخله في النهج المنهجيه تاع المغرب باش حتى هو يديكربونيزا يحيدوا هذا الكربون هذا اللي موجود. وداخلين عاوتاني في الاستراتيجيه الوطنيه اللي تحدثت في 1917، انه المغرب خصو يكون عنده تقريبا صناعات، ويهتم خاصه بالتنقل والتنقل تاع الفئات المعوزه. وحنا في هاد المجال جات الفكره باش نديروا هاد المصنع. فكي بحال اللي تتشوفوا تقريبا الدراجات تاعنا هي فهي بسيطه وكلها خدامه بالكهرباء. المسافات اللي تيمشيو بهم هاد الدراجات تقريبا اقل شيء عندنا هو 30 كيلومتر. السرعه في الحقيقه احنا مشينا بواحد السرعه اللي ما غاديش تكون خطوره على 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 المستعمل، لان الدراسات كلها قايمه انه عندما تقوم عندما تجري اكثر من 30 كيلومتر المضاعفات تاع الحوادث تتكون كثيره جدا. فالاغلبيه تاع الدراجات تاعنا ما تيفوتوش 30 35 كيلومتر، حتى في بعض المدن مثل باريس راه حدوا حتى السرعه فيها، انه الا بغيتي تدخل لها ما خصكش تفوت 30 كيلومتر. فعندنا ماشي في هذه السياسه هذه، انه الحفاظ على النفس والحفاظ عاوتاني على القدره الشرائيه، ونوجدوا عاوتاني لواحد المنتوج اللي كله اي واحد كله يقتنيه. الجديد اللي عندنا في هذه الدراجات انه احنا السلامه هي اول شيء، والحمد لله حتى القانون المغربي ما تيخليش شي حاجه اللي يمكن لها تمشي حتى في الطريق الا ما عندهاش واحد الجوده واحد السلامه، لان كاع الوثائق باش خدينا لومولوغاسيون كلهم وثائق معترف بها باللجنه الاوروبيه، اللي هي اللي تتعطي الموافقه
باش الدراجات او السيارات ممكن يمشيو على الطريق، والمغرب ماشي في نفس الجهه. وكذلك الجديد اللي مدخلينه هو عندنا هاد الدراجات هذه كاع كلها تتمشي تقريبا بواحد البورت كلي اللي يمكن لها تمشي بلا بدون مفتاح، والهدف تاعو انه ملي تتنوض هكذا تتحطو في جيبك، وفين لا قدر الله عز وجل جات شي سرقه ولا هذا ما تضاربش معاه، تتخليه يمشي هذا الموتور، وملي تيمشي هذاك السارق غادي يمشي به، يمكن لك في ديك الساعه غير توقفوا عن بعد، وملي تيوقف عن بعد ما تيبقاش كاع تيتمشى، وفي ديك الساعه تتجي فيه واحد لالارم انه غادي تيبقى تيغوت.